عمرو اديب اه ولا ابراهيم عيسى؟ كايه طيب بجد والله مش بحاول كايه. كمانجا. كمانجا ابراهيم عيسى. طيب طيب عمرو دياب ولا مايا دياب؟ مايا دياب الصراحه. انا بحبك. عارف بيتعبوني في السؤال ده فبضطر اقول ايه. لو انت قدامك باب مكتوب عليه عمرو دياب وباب مكتوب عليه مايا دياب يعني هتختار اني باب؟ فكل يوم يقول لك عمرو دياب. ايه عشان الفن يعني هتخش الباب بتاع وبعدين انت هتعرف عمرو دياب هيعمل فيك كده؟ خش مايا اضمن. ممكن اخش مايا ونشغل عمرو دياب. يا لهوي جايب احلى اجابه. احمد موسى ولا فيلم موسى؟ ندى موسى. احمد السكي ولا محمد السكي؟ الاخوان تويكس. على راي سامح عبد العزيز قال لك الاخوان تويكس. هم بيعملوا نفس الحاجه وفاكرين نفسهم مختلفين. احمد السكي. سامع محمد؟ وصلت الرساله؟ مسافر مسافر عادي. لما ترجع سامع مسافر ده تروح شغل. عمرو دياب اسطوره يعني اعتقد انه عدى اي مطرب في تاريخ مصر قبل كده. عادل امام يعني اكتر تجربه ناجحه في تاريخ مصر. انجح واحد في تاريخ مصر. احمد فهمي مش ممكن اللي زي ده ليه تعليق بيموتني انا شخصيا. قال لي لما بقعد اشوف مسلسل عادل امام مش عاجبني بيني وبين نفسي بقول استغفر الله العظيم ده مش حلو. احس ان حاجه غلط قوي ان انا اقول على عادل امام من كتر ما خد بالك ده معناه ان من كتر ما اعماله حلو اغلب الوقت انت يعني انت مش قادر تستوعب ان ده مش حلو ان هي قلت منه في اختيار يعني. اصلا عادل امام فما فيش حاجه اسمها عادل امام جامد. هو اسمه عادل امام. هو عادل امام يعني انت بتقول مش عارف ايه جامد قد عادل امام. ما فيهاش. فيفي عبد بعشقها. الشتاء بكره الشتاء. ايه ده؟ اه طبعا شتاء يعني امراض. اوكي دايما عيا. شتاء يعني السماء دايما منوره لمض نيون. تحس ان انت موفره لحظات الموفره. تحس ان انت بس في شجن ومزيكا حلوه ومطر ورومانسيه. ما هو ده بقى الكلام ده يعني فاهم. طب لبس الشتاء اشيك. ايه لبس الشتاء اشيك؟ الجواكت الحلوه البروفرات بتاعتك. لا ما ممكن البس تيشرت صايع على جينز على ولا حاجه. هو تيشرت جينز اديك قلت او مايو. شو احنا على فكره لابسين عكس بعض. الناس مش هتفهم احنا فين. احنا مفيش. لابس تيل وانا لابس. احنا انتهينا. يعني اصلا لبسك مع لبسي النهارده عبث. الفلوس ولا حب الناس؟ بص هو السؤال ده فرصه للكذب. يعني انا عارف انا كمان. بص احنا في زمن مفيش حب للناس مطلق. يعني انت النهارده بتحب عمر متولي عشان عمل طاعون مثلا. بكره لو انت ما نزلتش بحاجه محدش فاكرك. ده حقيقي. ولا حد حبك. احنا بقينا سرعه جدا. جدا. والترن اوفر بقى عالي جدا. فالنهارده اكرم موجود بكره ما عجبهمش حاجه ما بقتش احب اكرم. بقيت بزرار خلاص انا بحبك او ما بحبكش. فاعتقد الفلوس. لان اهم من نفسي وبعدين احاول يحبوني. بقى في حب ولا لا؟ لان هي دي ما بقتش حاجه مضمونه خلاص في السوشيال ميديا وكده. مين اكتر حد بيجوعك؟ شيكو. سؤال غبي مني جدا بس فكرت ثانيه ما كنتش هسأله. شيكو ما بيشبعش بيزهق. ما بيشبعش بيزهق والله. دي جامده جدا. مره كنا عندي في البيت بنفطر في رمضان فكنا عند بيت في بيت امي. اوكي. وهو بقى يعني احنا متربيين مع بعض فهو واخد على امي جدا فكلنا خلصنا اكل وقمنا وهو فضل على السفره. طبيعي. فالطبيعي ايه انت لما تبقى صاحب البيت مش عمرك ما هتحرك حد ان هو لسه قاعد. بتقعد معاه طبعا. لقيت امي بتقول له يخرب بيتك والله العظيم. بيكلم نفسه اختم بالفراخ ولا اللحم؟ طلع فيها ماما. قالت لي انت مجنون. قالت لي بعد ما خلص اكل سمعته بيكلم نفسه اختم بالفراخ ولا باللحم. هو الاكل بالنسبه له بعد ربنا. اخرج مره مع شيكو في مطعم. اه اتخرجت. لاحظ والويتر بينزل الاكل كانه واحده حلوه قوي بتقلع فستانها قدام.